انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لمشاهد سياحية عن اليمن على اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي، وأظهرت مقاطع الفيديو المطروحة أهم المعالم السياحية والأثرية في اليمن والتي تم تصويرها بأحدث التقنيات العالمية، وهي تقنية التصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار. الشاب محيي الدين الزكري أحد هؤلاء الشباب العاملين على الموضوع، وهو أول شخص يدخل تقنية التصوير الجوي إلى اليمن وبدقة HD وباحترافية عالية، فقام بعمل فيديو سياحي مستخدما هذه التقنية. الفيديو حاز على إعجاب الآلاف وتناقله الكثير في صفحاتهم وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا مع بعض نشوف الفيديو. واو، تخلي الواحد يسأل هذا كله عندنا؟ للأسف أيوة كله عندنا، بلدنا جميلة جميلة جدا، بس احنا للأسف مش عارفين ومش مقدرين.